السلام عليكم متتبعي الملة اليابوزين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكون كلكم بخير وعلى خير. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله يا ربي غادي ندير معكم حريشه صغار كيجوا على الشكل ديال الحلوه ديال الكوتي الا بغينا نقولوا. المهم هاد الحريشات اش كنحتاجوا ليهم؟ عندي جوج كيسان ديال السميده ديال الحرشه، جوج كيسان. عندي واحد الكاس ديال الكوك، هاد جوج كيسان ديال السميده، كاس ديال الكوك، نص كاس ديال الزيت. عندي خميره ديال الخبز، خمارة ديال الحلوه ديال 15 غرام 15. عندي ساشي ديال الفاني، عندي كاس لاروب نقولو ديال السنيده، والماء باش غادي نجمعو هاد الحرشات ديالنا. دابا غادي ندوزو على بركة كاس ديال الكوك، راه انا قلتو نعاودو داك ماشي مشكل. ندوزو دابا غندير السميده، السميده غادي ندي نبسبسها بالزيت ولا السميده ديالي. وما نساوش راه دايره هنا واحد القبيصه ديال الملح. المهم على بركه الله ندير ديك الفاني. المهم هاد الحرشات راه كي هاد الحرشات كيجيو لذاذ وكيجيو زوينين. يا بغيتي ديروها كبيره ديروها، بغيتي ديروها كيما درت لي انا ديروها. المهم راه كيجيو لذاذ. درت الفاني، غادي ندير ديك الخميره، ديك باك بودر خميره الحلوه على بركة الله. سمحوا لي راه ما كيبان لكمش ولكن ما عرفش. المهم غادي نحيد هذا الكيسان هنا. الكوكا نخلي هو الاخر، هذا الزيت، الخميره، الخبز، السنيده، نخلط هذا كلهم بسم الله، نخلطهم كما كتشوفوا. وغادي نبدا نبسبس فيهم بالزيت. المهم على بركة الله، عندي هنايا واحد نص كاس ديال الزيت بسم الله. المهم خاص ديك السميدة تلبس كاملة بالزيت باش كتجي لذيذة وما كتجيش معجنة. أنا هادي هي الحرشة ديالي المعتمدة، حتى ملي كنا نديرها في المقلة ديال ديال المسمن ديال الرجالة، ما كان هادي هي المعتمدة، ما كندير فيها لا حليب لا والو. المهم هانتوما كتشوفو، من بعد ما نبسبس ديك السميدة مع السكر والفاني والخميرة باك بودر والخميرة ديال الخبز والزيت، ايوا خلات مزيان ديك السميدة في ديك الزيت دخل في السميدة. غادي دابا غنديرو الكوك على بركة الله، وحنا كنخلطو دائما. تا هو يتخلط مع ديك هنا. هاد الحرشة راه كتوجد دغيا وكتجي لذيذة بصراحة. الله الكوفتي كتجي لذيذة، عاد كيزيد إلا دد هاد الكوك. دابا ملي كديرو معاه الكوك عاد كيزيد إلا دده. دابا غادي نخلط بالماء. المهم وديك ساعتين نوري لكم كي كتجي. بسم الله كون كتعرفوا كاملين الحرشه ما كتبغيش تعجن، هي كتخلط. عندي الحرشه من بعد ما خلطتها راه كتجي على هذا الشكل. هذا نتوما كتعرفوا السميده راه باغي كتشرب. المهم ها هي واحد شويه غادي نبدا ندير فيها في هاد انا غندير هنا في هاد المول هادو. هذا ديال القليبه دهنته بالزبده ورشيت عليه الكوك كما كتشوفوا. هنا غادي نديرها وندخلها على الفران، ومن بعد غادي تلاقاو باش نوري لكم الشكل ديالها كي كتجي ان شاء الله يا ربي. هذا ما كان الحرشة ديالنا من بعد ما كتوجد راه كتجي على هذا الشكل. هذا هادي بقات الوحيده، بقات درتها في المقله نتوما كي كتشوفوا راه كتجي من الاد ما يكون. وهذيك اللي درت في هاد المولات ديال القليبات ها نتوما كتشوفوا الاخرى باقي عاد ما زولتها. انا غادي نزولها نديرها في الطبسيل ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل ديالها ان شاء الله.
الحرشه ديالنا من بعد ما كتوجد راه كتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم. وبقات لي وحده، بقى لي واحد شويه انا درت بها هذا الحرشه هذه غير في المقله. هانتوما كي كتشوفوا راه كتجي رائعه. وهذا هذه الحرشه هانتوما كي كتجي، هانتوما كتشوفوا صراحه كتجي لذيذه من ألد ما يكون. غير جربوها وردوا عليا الخبر. ها تنقطع لكم انا دهنتها من الفوق بالكونفيتير، نتوما تقدروا تدردوا الفوق منها الكوك اللي بغيتي ديروا ديرها. هذه كادوا زيتي مع كاس ديال اتاي ولا كاس ديال القهوه، راه تجي لذيذه وشكل عاود مغاير، راه كتجي من ألد ما يكون. شوف كتجي لذيذه، هي حرشه كوب كيك اللي بغينا نسميوه، حق كتجي لذيذه صراحه الله. نتمنى تجربوها وتعجبكم، الى عجبتكم لايك وابوني. فضلا وليس امرا، وحتى الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي.